السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد. معكم إيمي من قناة إيمي وهنونة. النهاردة إن شاء الله الحلقة مختلفة تماما. زي ما أنتوا شايفين كده، إحنا هنا في فايد في حلقة فنارة، جايين بقى من قلب المصدر والسورس. الصيادين قدامنا هي، وكل الفلايج وكل خير البحر الأحمر والقنال إن شاء الله هنشوفه مع بعض. جينا بقى هنا آخر الدنيا علشان نصور لكم بقى السورس اللي التجار والصيادين هنا بيجوا يجيبوا السمك منه. بسم الله ما شاء الله، كل انواع السمك البحر الاحمر موجود هنا. يا صيادين، يا صيادين، لموا الشبك، قلب انشبك في حيكم علشان غريب ولقيت حبيب. اطرح شباكي في بحركم، في بحركم، في بحركم. عرفنا بحضرتك. ابراهيم محمد عبد العزيز. اهلا وسهلا يا حاج ابراهيم. يا ريس ابراهيم، قولنا بقى كم سنة حضرتك في الصيد هنا؟ عندي 59. ما شاء الله. لا، بتصطاد من كم سنة؟ يعني بصطاد حوالي من يعني وانا عندي بتاع 10 سنين. ما شاء الله بجد. يعني ده حاجة جميلة. تلاقي عندك بقى، بشكرك جدا، شكرا يا ريس سيد. تلاقي حضرتك بقى عندك ايه، صبر ايوب بقى. الصياد ده بيبقى الصبر، عنده صبر. ده الصبر ده اللي بعبينه في شكرا. طبعا صبر، يعني ما بعده صبر. لا، ده الصبر ده عندنا مزروع يعني. ده غير كمان ان مهنة الصيد دي مهنة خطرة، مش مهنة سهلة. هي فيها مخاطر. هي مهنة فيها مخاطر، بس ايه يعني ملهاش مستقبل. ملهاش مستقبل؟ ليه بقى؟ يعني ملكوش نقابة؟ خلاص يعني الواحد طلع من المية وكبر، خلاص بيقعد في البيت. ربنا يديك الصحه يا حاج. انت لسه شباب اهو. انت لسه شباب اهو يا حاج، ما تقولش كده. لا، هل ليكوا نقابه او حاجه او معاش يعني بعد لما تخرجوا؟ لا، مفيش معاش. مفيش اي حاجه. يعني انا عندي 59 سنه، مواليد. ربنا يديك الصحه. مواليد 61. ربنا يديك الصحه يا حاج. ولسه بتنزل تصطاد؟ ولسه بنزل اصطاد، ماليش لا زرعه ولا قلعه غير شط الميه. ربنا يكرمك يا رب. والله الواحد نفسه ينزل يصطاد معاك من كتر جمال المهنة دي. والله بجد دي حاجة جميلة. هي يعني مهنة صبر ومهنة شريفة، يعني ما فيهاش بص، يعني كفاية ان انت بتتعامل مع البحر والسمك والهدوء وكل ده، بعيد بقى عن دوشة الدنيا دي. الحمد لله. ربنا يكرمك يا رب يا حاج. احنا بنشكرك جدا ويوسع رزقكم كمان وكمان ان شاء الله. شاكرين جدا. شكرا. خمسة استاذ، خمسة. لا، اسامي الصغيرة دي ليها 25. كم يعني هو سعرها 97. احمد بيع ال عايز بعتين بس. انت جاي تحت الارز، انت عايز انت 75 70 70 معايا 70 و70 و70 اثنين واحد معايا 5 5 5 5 واحد يزود عليا. يا سيد حليده، حلو الراجل، مش مظبوط اللي زود عليك. انا عارف طبعا انا غلط. يا عم احمد 50 حاجه دي. يا عم احمد
كام حاجة؟ معاك ستة. معايا ستة. معايا سبعة. معايا سبعة. ثمانية. معايا ثمانية. كيف الطيب؟ ماشي. يلا وتوكل على الله. 11 في 8. قول لنا بقى يا حاج كده الغزل اللي هناك ده بتاع ايه؟ بيصطاد ايه؟ اللي هم الصيادين بيعملوه ده. ده بتاع ايه؟ بتاع سهلية. بتاع سمك سهلية. سهلية. ويصطاد بوري برضو؟ يصطاد يعني لو جاء يعني هيئات. لكن هو سهلية. هو سهلية. بس. هو يعني متركب على اساس سهلية. طب وده؟ وده بتاع كابوريا. اللي هو في الارض ده؟ هو في الارض ده بتاع كابوريا. كل ده بتاع كابوريا. ده بتاع كابوريا. معانا بقى غزل اللي هو الفلوكة العالية دي. الغزل ده. بتاع طبارة. طبارة. طبارة وبوري. طب بقول لك يا حاج ايه اللي يعني ايه التامينات اللي انتوا او الاحتياطات اللي انتوا بتاخدوها قبل ما تطلعوا رحله الصيد بتاعتكم؟ ما فيش يعني الرخصه اللي تروح عند السواحل. نودي الرخصه عند السواحل يعودوا لنا الدفتر. يدونا الدفتر تعويض الساعه 6. لازم الساعه 6 قبل الساعه 6 لازم يعني الساعه 5. طب افرض انت يعني في البحر جوه، اصل دي حاجه يعني يدويه وكده، افرض اتاخرت شويه يعني دخلت حته جوه شويه واستاذن بقى من اللي هو المقدم بتاع السفينه. يعني اقصد دي تسهيل. اقصد يعني تسهيل. من استاذن من المقدم اللي هو كبير. ومفيش حاجه تامنكم وانتوا في الميه؟ مفيش اي حاجه. مفيش اي حاجه. مفيش اي حاجه. ربنا هو الحافظ. مش على الريح مثلا مش قادرين نقف وقف في الشارع. نرفع الشراعه. مش قادرين تعدفوا يعني تعبتوا؟ ترفعوا الشراعه. وفي بياتة ولا مفيش؟ يعني بتباتوا ولا مفيش؟ لا بياتة هنا. لا هنا لا. في مكان تاني؟ البيوت. انا مأجر هنا. مأجر شقه. ربنا يكرمك يا حاج. كام يا جماعه؟ كام يا احمد؟ كام؟ قول لك العشاء معايا 10 جنيه 12 جنيه 12 جنيه 12 جنيه من عارف العشاء شنو بقى 12 عاد هات هات زين طلعنا نلعب احنا هات يابا بوري كمان تعال فضي يا هندس المرسى جه اتفضل يا ابو صلاح فضي المرسى جه 10 مره صلاح بالجماعه الاول سمعت عايز 10 كيلو زمان مين مجدي سافرين فيوم بس مجدي مين علي رشاد علي رشاد لازم نظبط على محمد انت اللي شد على محمد كده 380 لا استنى يا شيخ ده ولا من السمك اللي جاي ولا ايه ما فيش يا عم سمك كل سمكه هتوزن على بعضه ماشي ايه رأي ولا ايه لازم بدور على حاجه معينه بس انا عارفها الحاجه دي لا راعي عايزين برضه عليه شويه نو لا لا راعي معرق حط 10 يا معلم كده ماشي الصلع دوم 11 كيلو ماشي على بعض ماشي حط السمك على بعضه يا عم الحاج ما شاء الله امال يا اسلام ما شاء الله ما شاء الله يلا يا عم حط البوكسه بقى دول بتاخد انا حق اللي في الكفه ها استاذنك بالصلاه انت عارف اللي هم بتعشق ده الحاجه بتعشق الصغير ده عايزين احنا عايز تحطهم على بعض لنا بقى العثمان خلاص يا احمد مش عادي انا عشان ما زعلكش انت لا لا سبعين الله يحنن عليكم سبعين يا سعيد سبعين جنيه يا عم مالك يا رجل اوعى كام يا عم ثلاثة ونص يا احمد حسبهم عندك التانيين خلاص ما يقدمش خلاص دول تبعنا شيل يا احمد ثلاثة ونص في سبعين طب اصبر يا حسن ايه حط السمك كله على بعض يا عم صلاح دول انا عايز يا عم بقى انا ما فيش حاجه اسمها انا ما فيش حاجه اسمها معلش ولا كلام خلاص انا عايز السمك ليا هو كله هيحط السمك يا عم صلاح السمك في بعض بقى نزل دي كده نزل دول تحت
ولما يجي السمك يضرب ينفع الناس محدش يرضى يقول لي كده ولا مالي. كام يا عم السيد؟ زي ما طلع طالع ب 70 جنيه. طب 70 جنيه اتكلم. انا بقول لك عشان كده، انا بقول لك عشان كده. انا لو سمك في شاي صغيرين كان انا ماسكه كده 65. لو ب 65 سمك شيله دكان يا معلم. ولما خدنا الاشته ب 80 جنيه وكان 90 جنيه. لا ما فيش 80 جنيه. هو بقى واحد الله، ابو واحد الله خلاص. اهدى شويه بس. 80 عيل، عيل شويه، شويه عيل. يا سعيد خد راحتك، عايز 8 كيلو. انزل يا ابن رزق، يا ابن انزل، انزل يا ابن رزق. عم لا يمشي براحته، عم هو بيعرف يبيع سمك. حاج يوسف جه ده بيعرف يبيع سمك. لا لا حبشيه 65 يا جماعه عشان ما امشيش. انا معايا 65 جنيه، معاه 66 جنيه، معاه 66 جنيه، 66 جنيه. نزل يا محمد المحل. لا والله، لا ما خدت الا 80 جنيه. انا خدهم خدهم معايا. انا عاوز يلا ولا يلا نزلهم يلا بتزودوا. انا قلت انا بقول لك لازم انتوا، انا بقول لك عايز والله، والله عليا قاعد بتضحك دلوقتي. طب انا عايز بقى 5 كيلو سن كده، 5 كيلو والله. لازم تزودني يا عم، خدت يا عم 70 جنيه وزنهم. لا والله نعم 73. 73 بدلل عليه يا رضا. ايه ده سيدة ولا ايه؟ انا جايالي 100 كيلو دلوقتي. احمد عليه قول لي يا حاج ابراهيم بقى، في خلال سنين شغلك دي بقى في الصيد، هل شفت موقف غريب حصل لك يعني وانت في قلب البحر؟ القرش، القرش متوحش؟ متوحش جاي، جاي ورا الماضي، جاي ورا السفن دي، جاي ورا السفن. وشفتوه بعينيكم؟ شفناه بعينينا. حجمه قد ايه كده؟ احنا حالين بالقماش رافعين الشراعي. يلا يا احمد طفيها. الشراع؟ طبعا رافعين الشراعي ومثلا انا جاي بدرار. يا نهار ابيض. وبعدين؟ ربنا كرمنا الهوا وداكوا في حته بعيد؟ الهوا جامد مطرنا بعد عنه. وفي هنا قرش؟ يعني كان كان في قرش متوحش. كنا بناخده بقى يعني 8 كيلو 5 كيلو 6 كيلو. كنا بناخده. كنتوا بتصطادوه؟ الشبك ده القرش. كان بيجي معانا بس المتوحش ده يعني ما حدش بياكله. لا المتوحش ما حدش يقدر عليه. ده متوحش ده. بياكل البشر. كنا بناخده 8 كيلو 5 كيلو 6 كيلو. دي اللي هي الانواع اللي مش متوحشه يعني. هي الانواع الاليفه شويه دي. انما المتوحش اللي انت شفته طبعا كم يوصل لكم كيلو مثلا؟ يعني بتاع 150 200. 150 كيلو؟ يا نهار ابيض. ده يعني ممكن يبقى اكبر من الفلوكه نفسها. عطل في نفر ممكن يبلع. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. يبلع البني ادم كده كله على بعضه مش فوته. عادي. ولا زي البسكوت. ربنا يحفظكم والله، ربنا يحفظكم يا حاج ابراهيم والله، ويكرمكم ويوسع رزقكم كده، ويعني رزقكم يبقى واسع في البحر ان شاء الله باذن الله. يا صيادين، يا صيادين. معايا 200 جنيه بيع، معايا 220، 225، 230، 235، 240، 245، 250، 55، 250 يا احمد شيل. كيلو جمبري ب 250 جنيه وعمالين تزودوا. هو في جمبري؟ لا ما فيش. 65، 65، 65، في ميه؟ حنفيه شغاله. انت عارف الحكومه نزلت ايه؟ اللي هيبيع جمبري بميه 10 سنين في السويس. ايوه. زمان تعبت عمال. لما يبقى في جمبري. ايه؟ لما يبقى في جمبري. كنا بناخدهم في عناجب بنبيعهم. احنا عندنا جاب 5 كيلو جمبري. والله العظيم ما فيش جمبري. طلع بره كانوا 2 كيلو. طلع بره السوق. اتفضلك. طلع بره السوق بس بقوا 2 كيلو قدر ذهبي. حد عايز جنيه؟ حد عايز جنيه؟ تمانية ونص يا احمد شيل. يعني نص ده يعمل ايه طيب؟ تمانية يعني؟ لا تمانية ونص. تمانية تمانية. عشان المية بص بص المية. في الكابوريا والصوبيا والكلماري يا ابني. شكرا ان شاء الله.
النظر. كم يا جماعه؟ كم يا جماعه؟ كم يا جماعه؟ معايا 50 جنيه، معايا 50، معايا 50، معايا 1، 2، حط يا محمد يا جماعه. خد يابا. جميل عاشور ولا لا؟ ابراهيم يا شيخ كشف جديد. عايز 16 يا شيخ في 52. محمد عبدو. 16. اعطاه على عينك الكلام ده عشان حد يزعل. دي سمكة القراد او الارنب، بس دي مش المسممة يا جماعة، مش دي اللي فيها سمك. المسممة بتبقى منقطة هنا، جسمها منقط واسمر شوية. طبعا الكلام ده انا واخداه من كلام الرئيس هنا اللي موجود. فدي اسمها طعمها حلو السمكة دي. طعمها بيقولوا طعمها حلو جدا اهي. ده شكلها دي القراد بس مش المسممة. عشان قلت برضه اقول لكم المعلومة دي. خلاص 100 جنيه، 110، مع 110، 15، 120. شيل يا استاذ، واحد 120 بسرعه. حط شنطه بسرعه. ده كلاماري بلدي غير المستورد. ده بلدي. 120، 120. ده الشكل صحي؟ اه، بس مفيش الا دول بس يعني. بقى قليلين مش كده؟ مفيش الا دول، هم اللي طلعوا. اقلبهم كده على الناحيه الثانيه؟ لا غير تمشيش عشان بتمشي في الارض. يس يا حاج، معايا 30 جنيه 30 جنيه. ده في ناس بتفكروا جمبري جامبو. الحجم ده اهو، في ناس بتفكروا جمبري جامبو. في ناس حراميه بتبيعوا جمبري جامبو. جمبري ايه؟ اه والله في ناس حراميه بتبيعوا. ده كيلو بكام ده؟ الكيلو كان ب 10 جنيه بس اختفى. وبيبيعوا جمبري بقى على كام؟ بيبيعوا جمبري على اساس ب 250 وب 210. في ناس كده والله العظيم، في ناس بتبيعوا ب 250 جنيه على اساس ان هو جمبري. الزبون ما بيفهمش. نفهم ونعرف الناس بقى. ده يا جماعه الشكل او الشكل صح. بس هو انتاجه قليل شويه، مفيش كتير. العبي يا زوبا، العبي يا زوبا. وبكده تكون انتهت جولتنا النهارده هنا من مصدر السمك كله، من منطقه القناه الفيفاي. طبعا انا سافرت علشان اصور لكم، وكل ده عشان خاطركم وعشان خاطر متابعيني. واتمنى ان شاء الله بقى ان انتم تدعموني باللايك والشير واشتراك في قناتي. اللي يشوف القناه اول مره منتظروني بقى في مفاجآت كتير باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.